المشكل هي الاستفاده ديال سيدنا. دابا حنا متشردين، دابا عام ونص حنا متشردين، ملي تنمشيو لعند المسؤولين تنقولوا لهم حنايا بغينا ندخلوا الديور اللي عطانا سيدنا، هما الديور كاينين، قالوا لنا 9 مليون، ما قلنا ماشي مشكل، بغينا ندخلوا الكريدي ما بغاوش يساعدونا، قالوا لنا انتم بلا خدمه. كريدي من عند من عند لابون من عند البنكه، باش مشينا للبنكه ما بغاش يساعدنا. على اساس حنا ما عندناش الخدمه، ما عندناش مدخول. قال لك جيبوا مدخول الصالير اللي تتاخذوا يوميا شهريا، وحنا ما عندناش وما عرفونا ما عندناش هذاك الصالير. في الاول حنا الناس اللي خرجوا قبل منا في سعيد حجي عطاهم الكريدي 7 مليون، حنا الاساس النهار اللي جاو عندنا جاو عندنا سعاده العامل وجاو عندنا سعاده القايد بالليل. كانت واحد الشطه مجهده، كانوا البيوت تيقطروا علينا، جاو عندنا قالوا لنا عاد تخرجوا ما هادشي راه نتوما معرضين للخطر، وهاد الدراري ما خصهمش يعيشوا في هاد الوضعيه، خصهم يندمجوا مع الناس. بغاو قال لك جيل شنو نقول لك، بغاو الناس قال لك يتنقاو وما يبقاوش في هذيك الحاله. قلنا له حنا ما عندناش فين نمشيو، قال لينا غادي تساعدوا معنا هاد الليله راه شتا بزاف وخطر عليكم هادشي، غتمشيو معنا فينا. قلنا له غنمشيو معاك، قال لينا غتمشيو معنا الطوموبيلات باب طوموبيلات باب الخميس عديكم الخيريه، الخيريه ديال السنه الجديده. مشينا بتنا فيها سيمانه وزياده تنمشيو نباتو، مني تنباتو تما كاين تنجيو نبيعو اللي قسم الله، كل واحد تيمشي لشغلو. ملي تنجيو تنمشيو على سعاده القايد، تقول لينا حنا انتوما ها انتوما نعطيكم الكره، نعطيكم شهره الكره 28 وخرجوا قلبوا على الكره، خويو لنا الفندق راه ان شاء الله نكريو لكم عام ونص. من تما كان راه ما عاد نسلمكم سويرتاتكم. صافي قلنا له صافي، ملي الدوله بغات تساعدنا وقفات معنا وخايفه علينا وعلى وليداتنا ما فيها باس، ما فيها باس نخرجوا. كنا تندخلوا تيوقفوا لنا مخزني وبوليسي، تندخلوا بالمخزني وبالبوليسي وتتقيد هذاك الشيء عندهم. بقينا بقاو حوايجنا تما، حوايج مشو الخيريه تقلبنا على الكره، قلبنا على الكره، كرينا كل واحد ديبان راسو، كاين اللي تسلف كاين اللي هذا سكننا. بقينا كل شهر تنمشيو ناخذوا هذاك الشيكات، كل شهر تناخذوا هذاك الشيكات. حتى شهر 7، شهر 7 قالوا لنا عندكم القرعه، باش بغينا نديروا القرعه قلنا لهم صافي واش عطاتونا ديورنا، قالوا اه. درنا القرعه، هزينا ديك الوريقه، مشينا عند العساس، حلينا البارطمات، دخلنا يعني فرحنا. اخيرا مده 20 عام جاب الله جاب الله يعني رب سيدنا شاف في حالنا، ويعني نعيش واحد العيشه زوينه حنا وليداتنا. صافي فرحنا. هذا ملي دفعنا وريقاتنا للونطيرا جمعنا، قالت لنا خلصوا 16000 ريال عندي الورقه باش خلص، قالت لنا وعد بالبيع. مشينا عندها خلصنا 16000 ريال، درنا الاجراءات كاملين اللي طلبوا منا، شحال عندك الاولاد، فين تخدم، هذا يعني كلشي قلنا لهم في الاول وفي الاخر ملي خرجنا وملي درنا القرعه على اساس الوريقات لا تصايب. مثلا فاجئونا، مشينا جلسنا مده 9 شهور مور الشيكات وهذاك الشيء، مور القرعه 9 شهور اللي جلسنا. ملي جينا على سعاده القايد جاب لنا البوليس، قال لنا انتوا ما لقيتوش على حساب، درتوا قرعتكم، اللي عنده يخلص واللي ما عندوش يشوف شنو يدير. تما فين كاين المشكل؟ تما فين هذا المشكل هو اللي تنهضروا عليه حنايا. بغينا الكريدي، بغينا الكريدي يساعدونا هاد الناس في الكريدي، حنا راه ما هاربين لهم حتى حاجه. جينا نهار جينا لهنا هضرنا، استقبلنا مسؤول على حسب العام، قال لنا حنا عارفين المشكل ديالكم شنو تطالبوا. قلنا حنا بغينا نمشيو لديورنا، حنا راه ما بقاش يعني تهلكنا بالكرا وهذا، حنا بغينا نخلصوا واحد النسبه، بالنسبه تمشي لدارك تخلص 20 ورا 16 ورا 17 ماشي هي 30 وعاد الماء والضو. حنا المدخول ديالنا محدود، المخير ديالنا تيدخل 100 درهم في النهار. فين وصلنا قالوا لنا نهار الجمعه تمشيو المقاطعه، كان حتى القايد ديالنا الله يجازيه بخير حتى هو وقف معنا، ما ننساوش المجهودات ديالو، حتى هو وقف معنا وعاش معنا المرحله من الاول حتى الاخر. نهار الجمعه قال لك غيلقاو لنا حل. هذا جا المندوبي من البنك، مدير البنك في الدار البيضاء، مدير البنك الكبير في الدار البيضاء، قال لهم حنا اللي دفع 4 مليون
لافونس نعطيوه الكريدي، واللي ما عندوش ما يمكنناش نعطيوه الكريدي. حنا قلنا له حنا ما عندناش هاد 4 المليون، حنا بغينا الكريدي نخلصوا لونطيره ديالنا، ندخلوا ديورنا، والطريطه راه غادي غادي نديوها. اللي ما اداش الضمانه، اللي ما اداش الطريطه راه القانون فوق كل شيء. راه ما يمكنش انا ما نخلصش انا واحد الطريطه هزاها من البنك وعادي نبقى جالسه في الدار، ضروري غيديروا لي افرا، غادي راه باينه. هذا هو المشكل اللي عندنا. وعدونا باساس نهار الجمعه يدار لنا حل، نهار الجمعه قيلنا في المقاطعة من 9 الصباح حتى الثلاثة العشية، حتى الثلاثة العشية بقينا تنستناو. سعادة القايد كان داير اجتماع ورا ما نعرف، ما عرفناش الظروف اللي كان فيها. بني هضرنا مع مرضى، عيط له قال له راه ما كاين حتى حل، قول لهم يمشيو بحالهم. حنا قلنا له شوف، قول سعادة القايد حنا راه معنا ما نمشيوش. اختصار لي نقول لك حنا بغينا مساعدة من عند سيدنا ومن عند المسؤولين، يعطيونا الكريدي ندخلوا لديورنا. حنا ما هربنا حتى من حاجة، أي حاجة قانونية حنا تحت أمرهم. واحد سكنة في مدينة سالة فندق لارغو، في السكن فيها سيدي شي 107 المحلات، كل اسره فيها 5 6. اليوم حنا سيدي كنا ساكنين ما علينا ما بينا، خدامين تنخدموا النهار بنهارو، تنخدموا تنبيعوا نشري وكيبيعوا يشري، كاين اللي خدام منافري. من جا عندنا العامل في الليل والقيد قال لنا سيدي تخرجوا غنعطيكم السكن ديالكم باش تحيلوا معنا، تحيلوا معنا بهذا الشيك هذا. ها هو تحيلوا معنا بهذا الشيك هذا، عطاو لينا ها هو في 28000 ريال الشهر، 28000 ريال الشهر داروا معنا. دابا من كملت عام ونص درنا القرعه، مني درنا القرعه دابا 9 شهور باش درنا القرعه. دابا ها السكن كنا نعاون محتمدين عليه باش نشدوه، ما عطاونا لا السكن لا والو. دابا من تمشيو المقاطعه تيقولنا القيد راني درت مجهودي معاكم، جينا عند الرئيس ديال المكلف العامل ما دار معنا حتى شي حل. اليوم احنا البنكات متى بنك بغا تساعدنا، ما عندنا حتى شي حل. دابا تيقولنا سبقوا 4 المليون وتكون عندكم تكون شهاده العمل. دابا حنا تنطلبوا المسؤولين والناس المسؤولين، ونطلبوا سيدنا الله يرحم لكم الوالدين، تنطلبوا واحد اليد مساعده منكم. عندي 5 الوليدات ما خدامين ما والو، قلت لهم اوليدي تعالوا عاونوني، قال لي امي، قالوا لي امي احنا ما خدامين ما والو. اليوم حنا كنطلبوا من سيدنا الله ينصره، الى ما سعينا ما نخلص لك، لا ما سعيت ما نخلص لك. انا كنحب سيدي محمد جلاله الملك. المشكل عندنا خويا نهار اللي دارونا عام و6 شهور قال لي غتخرجوا تنزل، غتخرجوا من المحل اللي غايريب عليكم تنوجدوا لكم ديوركم. دابا حنا خرجنا هيا داز دوكا عام و6 شهور وبدينا في 2020، ما قالوا لنا حتى حاجه، ما عطينا لا راس لا والو، ما عطينا كبه من راس خيط. قالنا تجيبوا 4 المليون، حنا اش غنبيعوا في هاد 4 المليون؟ هاكا نسعى هاكا في الديون الكرا. 40 عام اسيدي حنا ساكنين في فندق، انا بعد 40 عام انا ساكنه في فندق. دابا جا القايد جاوا صحاب المقاطعه وداك الشيء مقدم، قال لك خصكم تخرجوا، خصكم تخرجوا غنعطيكم الاستفاده. راه السكان ديال راه السكنه ديالكم في الخميس، من هنا العام غنعطيوها لكم وغنعطيوكم الكرا. عطاونا الكرا ديك شي عام، دابا عام ونص باش عطاونا الكرا. قلنا لي سيدي عطينا السويرتات ديالنا، قال لك خصكم تخلصوا 9 المليون، 9 المليون تخلصوا. قلنا حنا سيدي ما عندناش حنايا، غنعطيوكم بشوي بشوي، حنا كنخلصوا الكرا نعطيوها لكم بلاصه الكرا بشويه بشويه، نخلصوكم بشوي بشوي. قال لك لا دابا سبقونا 4 المليون، حنا من جاتنا سيدي 4 المليون ما عندناش. حنا قلنا عطيونا السوارد ديالنا، قال لك لا ما نعطيوكم حتى تسبقونا، عطيونا 4 المليون ولا اللي عندكم 5 ولا اللي عندكم عطيونا. حنا ما عندناش اسيدي، حنا عندنا ها ردموا اه لا ما ردموا ما والو، باقي السكنه صحيحه. لا حنا ريبوا لنا في الضحك، حنا عاش حنا حنايا السكنه ديالنا صحيحه، عيس الدواء المدينه القديمه برماده، عيس الدواء السكنه ديالنا باقا صحيحه. خلعونا قالنا خرجوا خرجوا غتريب، مرة باقا صحيحه السكنه ديالنا، عيش الدواء.